أدهم المخادمي ظالم أم مظلوم؟ وموهبتنا الكروية الصاعد بقوة تبدع في إسبانيا. تعالوا معي لأحكي لكم القصة بحلقة جديدة في جرين تاب. أهلا بكم، خلونا نكون صريحين لأبعد حد في هاي الحلقة، واللي راح نحاول من خلالها نحكي الحقيقة وبس. وعشان هيك قصة التحكيم بعمرها ما بتخلص في الأردن إلا لما يجي الفار. يعني المشكلة مش بس بمباراة ذهاب السوبر بين الوحدات والفيصلي اللي انتهت بفوز الوحدات 2-1، لا، المشكلة من سنوات طويلة، وكل سنة ومباراة لأي فريق بيعتقد نفسه هو المظلوم. دائرة التحكيم في اتحاد الكرة أعلنت عن أنه الحكم أدهم المخادمة تغاضى عن منح البطاقة الصفراء الثانية يعني الحمراء للاعب الوحدات محمود شوكت لتدخله على لاعب الفيصلي عبيدة السمرنة، لكنها في الوقت نفسه ما ناقشت حالات كثيرة أخرى تستحق لفت الانتباه، واللي من خلالها أيضا خرج لاعب الوحدات فراس شلباي للإصابة بالربع الأول من المباراة. لكن القرارات الخاطئة للمهندس الحكم أدهم مخادمة ما كانت مؤثرة على نتيجة المباراة، يعني ما لغى هدف صحيح ولا ما حسب ركلة جزاء واضحة ولا غيره من الشغلات اللي بتغير النتيجة بشكل مباشر. يعني عند التقييم بيعتبروا أنه الحكم ما كان سيء بالمباراة بل قادها لبر الأمان بصورة أو بأخرى. المخادمة للي ما بيعرف سبقوا أنه حكم العديد من المباريات الخارجية، ومن أهمها ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في العام 2017 واللي جمعت الهلال السعودي وأوراوا الياباني في الرياض، والمباراة الافتتاحية لنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات اللي جمعت الإمارات والبحرين، وكأس العالم للشباب نفس السنة في بولندا، وأخيراً افتتاحية دورة الألعاب الأولمبية في 2021 بين مصر وإسبانيا في طوكيو. يعني حكم على مستوى عالي ومطلوب بالخارج باستمرار، وحالياً توجه للسعودية لإدارة مباريات بالبطولة العربية للأندية. بس المشكلة عندنا بحكامنا بتكون إنهم بيقدموا مباريات وشغل نظيف خارجياً، وممكن يتأثروا بالجمهور والإعلام في المباريات المحلية، وهذا اللي بيخليه يدخل بعض المباريات مشتت ومش مركز وبرتكب أخطاء قد تكون مؤثرة. وحتى ننهي هالخلاف لازم دائرة الحكام تجيب حكام أجانب على نفقتها الخاصة لمباراة الإياب الجمعة الجاي، علما بأن الوحدات طلب بحكام من الخارج قبل مباراة الذهاب بس تم الرفض لأن الوحدات ما بده إياه تنحسب من ضمن الثلاث مرات مسموح له يجلب حكام من الخارج. يعني الوحدات من الأساس ما بده حكم محلي لهيك مباراة. ما في حكم ممكن يدمر مستقبله ووظيفته عشان يفوز فريق ويخسر الثاني، بس اللي بيفرق مع أي حكم باتخاذ أي قرار غلط وممكن قلة خبرة أو تمركز خاطئ أو سهوة وغيرها من هاي الأمور. وياريت الجماهير والفرق تركز باللعب أكثر من التحكيم. طبعاً لا ننسى أنه التحكيم عليه علامات استفهام من سنوات طويلة. الموهوب الشاب عمر صلاح يلفت الأنظار إليه في أول مباريات الودية مع فريقه الجديد الوكرة القطري. صلاح لعب مباراتين وديتين مع فريقه اللي معسكر حالياً في إسبانيا، الأولى لعبها بالكامل أمام ديبورتيفو إستيبونا وفاز فريقه 2-0، ولعب المباراة الثانية تقريباً 75 دقيقة أمام لاس بالماس اللي خسرها فريقه 1-0، وضيلهم مباراتين بالمعسكر مع إسبانيول وقادش الأيام الأربعاء والسبت. ويبدو أن المدرب الإسباني للوكرة ماركيز لوبيز معجب بإمكانيات صلاح كثير في منتصف الملعب نظراً لمهارات اللاعب الفردية العالية وقدرته على صناعة الفارق بأي لحظة، وراح يعتمد عليه كثير هالموسم في الدوري القطري وغيره، علماً بأنه الفريق تنتظر مهمة صعبة أمام نمجان الأوزبكي لضمان التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا في مباراة الملحق الشهر الجاي. وللعلم صلاح هو اللاعب الأردني العاشر اللي راح يلعب في دوري نجوم قطر والثاني في الوكرة بعد اللاعب السابق والمدرب الحالي عبد الله أبو سمع، والثمانية الآخرين اللي لعبوا في دوري قطري هم يزن نعمات، علي علوان، ياسين البخيل، محمد أبو زريك شرارة، بهاء فيصل، محمد الدميري، بهاء عبد الرحمن، والشاطر حسن عبد الفتاح. وعلى فكرة ما بعتقد إنه اللاعب يطول كثير بالملاعب العربية، ومستقبله بشوفه في أوروبا مع أندية مميزة إن شاء الله، وشخصيا متابعه من زمان مع فئات الوحدات والمنتخب الوطني وتوقعت له مستقبل كبير يليق بإمكانياته. وسؤال حلقتنا بيحكي مين من اللاعبين اللي حكيتهم قبل شوي لعب مع الكاميروني سامويل إيتو وبأي فريق؟ اكتبوا لنا لو عرفتوا في التعليقات. وفي النهاية لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أسفل الشاشة، واستنونا في الحلقة الجاية. معكم أنا مهند جويلس، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.